في المسجدات مقموع، في السبيطار مقموع، في المحكمة مقموع، في الجامعات مقموع، في المسجد مقموع. عيشتونا في العذاب، بنن بغايا حرق كتيرو فيه، قتلت أختنا حياة، قتلت أمي فاطمة، طحن أمو، زدتو لينا ساعة ما تشاورتو مع الشعب، ما على بالكم بالتاوة اللي قال لكم راسكم كديرو بلا ما تعتبرونا بحال احنا ما كاينينش. راه اساس ديال الدولة هو الشعب، والشعب لا ناضي يهضر على حقه، اقسم بالله حتى تزيان ما بغيناش حنا احتجاجات، بينا طورة طورة تنوض في هاد البلاد. اخرج المغرب كاملو، اخرج المغرب كاملو، ديك الساعة غادي تشوف حكومة كترعد. دابا يجوا بهاد العياشة والعبيد اللي كيركعوا وكيبوسوا لي الدين، هما اللي كيجهلوني في هاد البلاد هادي، يجي دابا يبدا يسب فيك، شو انت كيداير ما كتعرفش تهضر ما كتعرفش. وناقش معايا المضمون، هاد الدولة شفارة، محمد السادس واكل لينا رزقنا بالدلائل. محمد السادس من اكبر الخوانة اللي كاينين في المغرب، علاش؟ حيت كيمشي كيحط الفلوس تاعو في بنما، بنما معترفه بوليزاريو، قولوا لي هادي ما كايناش. محمد السادس كيهرب الذهب بالطائرات الخاصه ديالو للخليج، قولوا لي هادي ما كايناش. محمد السادس هو سبب هادشي اللي كنعيشو حنا الان، قول لي هادي ما كايناش، عطوني دلائل. دابا جي نتا ولد العايره يا ابن الرخيص يترك الدوزيم، غتجي غيبدا يسب فيا انا ويسب ليا والديا، العبيد العياشه، ما تبقاش تقولوا لي بلاد الامن والامان. تهضر معاهم بلاد الامن والامان، بلاد الامن في كاين شي امن؟ ياك الكريساج مشتت فين ما مشيتي، قلت لك ما كاين الكريساج، واحد قطعوا ليه يدو في ايت من لول، واحد بيحيدوا ليه الراس في كازا، واحد بيموت في طنجة، البلبالة مربكة مربكة، عرفتي هاد البلاد هادي مخرشة، وداكشي اللي بغاو بغاو يخلونا حنا ديما مخربشين باش هما يديروا اللي بغاو ويعيشوا الحياة، وقت ما بيت الدواء ويمشوا لفرنسا ويخلوا الشعب يموت. السبيطارات تاعنا الدواء الحمر ما فيهمش، تتمشي تدخل تعتبروك بحال شي حيوان موت نطاحر الا ما عطيتيه الفلوس. هاد الحقيقة تاع هاد البلاد هادي، مخير فيكم عارفة، مخير كيمشي يقضي شي غرض في شي إدارة في شي سبيطار في أي بلاصة، اش كيدير؟ ضروري الرشوة. حيت جينا في بعضياتنا نسبو هذا نضربو هذا، اش بيتي محمد، اش بيتي الدولة، اش بيتي هذه، وحنا بينا حقنا. انا كمواطن مغربي باغي حقي، ولا ما عرفتي ما ديرو، ما باغي لا حق لا والو. انا باغي نخوي لكم هاد البلاد هادي، حلوا لينا الحدود بربي. دوك العياشة والعابد ودوك اللي كيقولوا عاش محمد السادس واللي ما عرفتش اش كيقولوا، اقسم بالله لا لقيتي شي واحد هنا اللي لقى شويه المصالح تاعو عاش الملك، اللي عايش مزيان عاش الملك، الحمد لله راه ما خصنا والو. وانا كنشوفوا عباد الله كيموتوا، فاش كنطلع شي طوبيس وكنلقى شي مراه كتطلب، الخاطر ديالي كضرني، القلب ديالي ما تتحملش. وتجي انت تقول لي سكت، ما غاديش نسكت في هاد البلاد ديال الحريه يا الموت، والحريه راه ما كيعطوهاش ليك، كتخاد. وبالاخص في هذه البلاد هذه خاص تهضر على حقك وتهضر على حقك. وحنا انا ما بتنسقط الجنسيه تاعي، انا ما بقيتش بين بقى مغربي، انا ما كرهتش نولي صبليوني ولا نولي مارت ونولي من الموزمبيق كاع، ما عندهمش وما عايشينش، هادو راه عندهم فوسفات 80% اللي كاينه في العالم كاينه في المغرب، 10% كاينه في الدنمارك، 10% كاينه في السويد. شوف السويد عندهم 10% عباد الله، شو كيدايرين؟ شو المغرب عندها 80% عباد الله، 80% كاين في الفوسفات في العالم. اش هادشي اش هادشي؟ واش هادي بلاد هادي؟ هذا راه مجرد مسرحيه كيعفصوا علينا، كيديروا فينا ما بغاو، مخلينا كي الحمير عاطينا الهاش، كتكون مرتاح كتكون جالس كافر في الدار، ما خدام ما ردام، كتكون كافر الله مخاسم مع مالين الدار وما عرفت شنو، كتخرج كتلاقى مع شي عشير كيف كيبوقك بشي جوان، كتنسى داك الشيء، كتبدا تدوز شي دريه تقول لها واش هزي الله يتشاتي تيزا.
لاقين فينا ما بغانش، شي مدوخينو بالبيران، شي مدوخينو بالسحور، شي مدوخينو بدوزيم، شي ما كيتشاورو مع الشعب. الشعب موت، انتحر، تفرقع، دير اللي بغيتي، تهضر ندوك للحبس، القرعة للشعب الوحيد اليهود الصهاينة ما كيديروا هاد العذاب اللي كيديروا لك المغاربة. دوي على حقك تمشي تجلس على القرعة. دابا هادي دولة هادي وتتيجو كيف تاخروا بها في كومونتيرات، كيف تاخروا سكت لا تجلس على القرعة. كتلقى عنده الباك وما عرض كاعش عنده وباقي كيف تاخر بهادشي. عدي كراتونا والله الا الله يدير لنا شي تاول تاع الخير نخوي لكم هاد البلاد كاع واحد القليله. يلا بينا نخوي لكم هاد البلاد كاع. حنا انا ما بقيتش مغربي، لاكارت ما مقاداش، اش بيت شدوني شدوني لاكارت ما مقاداش. انا ماشي مغربي، اليوم كنسقط الجنسيه المغربيه قدام العالم. انا ماشي مغربي، انا ما مقادش لاكارت وما غاديش نقاد وما بغيتش نقاد تاع هاد البلاد هادي. انت هاد البلاد ظالمه، دات لينا رزقنا ورزق والدينا ورزق ولادنا اللي جايين، كيسرقوا من الجيوب ديالنا وكيمشيو ما يعيشوا الحياه. قال لك اش خاصك مولاي برج، اكبر برج في افريقيا، اش كاين ابراج بدا في افريقيا باش يكون اكبر فور برج؟ اودي طلعوا لينا فراسكم احرار، كنبغيكم العياشه والعابي، يديكم فيه يديكم فيه اليزيز كلاب، تريك تبوسه لي الدين، تريك الدوزين. المهم طلعوا لي فراسكم ان شاء الله ونشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. و نضال الفكره ما كتموتش، باش بيدرو بتشدوني في الحبس غنمشي نخرج ندير نكبتها على هاك. عاش الشعب، عاش الشعب، عاش الشعب، تحيا الاحرار فين ما كان.